اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا مع اقدم المشجعين الوديديين المحبين لهذا الفريق الغيورين، كذلك هذا الفريق اللي متفائل سيتي باري بفوز فريق الوداد يوم غد ان شاء الله بفوز على الاهلي المصري في ارض الفراعنه، ولما لا يجيبوا نتيجه ايجابيه اللي تفرح الوداديين وتفرح جميع المغاربه. تيباري السلام عليكم. قرب لك شويه الميكرو تيباري. كيفاش كتشوف الاجواء ديالكم؟ نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، تنحيي مشاهدين شوف تي في. بالنسبه للمقابله اخويا راك عارف مقابله النهائيه تيكون عندهم واحد الطابع خاص، ماشي الطابع تطبع عليه الحيطه والحضر من جميع المستويات، ماشي من الاقامه في غير ريح الفريق لا من الاجواء الاعلاميه، ماشي هذا هو اللي كاين. ونتمنوا كل خير ان شاء الله، والظروف فاش مشاو اللاعبين فاش مشات الفرقه راه امور مزيانه تتمشى بخير. ورغم ان سمعنا خبر ديال ولدنا حيمود انه دار عمليه على قبل تنقولوا بداريتنا صرانا الزايده، يكون خير ان شاء الله فهمتيني. وهذا فال وخا فال تنقولوا حنا مولفين وفال تنقولوا بدا كاكز دابا تحول الليزر الله ييسر الامور. الاجواء داخل الوداد من خلال الاصداء اللي كتجيك من مصر شنو كتسمع كيفاش النفسيه ديال اللاعبين ديال الحمد لله هذا السؤال جا في الصميم فهمتيني. كنت نصح لك نبغي شي يتاح لي شي فرصه باش الحمد لله اجواء ديال العائله فهمتيني، رجعات الاجواء اللي كانت واحد الفتره قليله بغات تخرج على الجو ديال العائله، الحمد لله دابا رجعات بواحد 90% حتى 100% فهمتيني. انا الحمد لله حنا عائله خوت وداك الشيء تيوصلنا راه مزيان، وما كاين كاع داك الشيء الاخبار اللي تقالت راه كلها باطله كلها كذوب فهمتيني. وما نقولوا بداريتنا راه ما غيصوروا حتى شي حاجه، والوداد هادي فهمتيني واخا الكلمه سمعتها من لاعب سابق فهمتيني، هو ان الوداد بهذه الكلمه كاين اللي تيعاتبني على الاصدقاء ديالي تيقول لك كلمه الوداد راه شريفه، حيت الاصل ديالها تاسست للمقاومه، احب من احب وكره من كره فهمتيني. هذا هو اللي كاين اخويا. الاجواء الحمد لله بخير، والرئيس راه واقف على الشغل ديالو فهمتيني، ويجيب الله تيسير، تبقى الامور تقنيه بالمدرب والمساعد ديالو. شفنا كذلك اليوم سعيد الناصري رئيس الفريق شد الريحه على مصر باش يحمس اللاعبين ويعطيهم شحنه معنويه باش يفوزوا في المقابله. انت كمشجع كيف كتشوف هذه البادره من رئيس الفريق؟ المهم الدعابه هو راه مشى البارح ماشي اليوم فهمتيني، ما واش هاد البارح ماشي اليوم. واش نقول لك راه انا باش يمشي معاك الرئيس وداك الشيء راه واجب عليه يمشي في هذا ان عندك فينال ولا دومي فينال داكشي راه واجب عليه فهمتيني. واش نقول لك راه دفعه بالنسبه للحضور ديالها ماشي معنويه، هو خلى داك تيقول لي بو سعيد راه بحال خوهم كبير فهمتيني، راه امور الاجواء ديالهم امور مضبوطه معاه، داصرين عليه في الحدود فهمتيني، حتى هو راجل معاهم في المواقف اللي خصو يكون راجل معاهم، والميساج راه غيفهموه للناس اللي قراب للوداد. يعني ما ذكرتش في الاول ان اللاعب عبد الله حيمود اللي كانوا كيتسناو الجماهير الوداديه وكان معول عليه سفين فان دير بروك باش انه يلعب، يعني كيفاش تلقيت الخبر انه ما غاديش يلعب في مباراه الذهاب وممكن ولا نقدروا نقولوا ما يقدرش يلعب شي مباراه الاياب؟ واش نقول لك نتمنى اول حاجه ندعيو مع انه يكون في الروتوري الا كان ممكن، ولا كان غيكون على حساب الصحه ديالو. انا نصيحه لا، الوداد راه فريق كبير واللي تيجي اي مدرب تيجي للوداد عارف المسؤوليه اللي عنده، وعنده الفيكتيف لان عنده اي الفيكتيف اللي خصو يوظفه. راه عبد الله حيمود اليوم دار عمليه يقدر يكون حتى الغدا وجه طارئ، خصو يكون مجتمع احتمالات. راه المدربين الكبار والفرق الكبار تيدير بلون ا بلون دو ولا بلون ا بلون بي فهمتيني، وانا تايق في المدرب وتايق في المساعد ديالو. كيكون عندك مساعد تيبان لك رأي ديالي انا بن هاشم سيد ثقيل وعارف وفاهم في الكره مثبته تيجيبوه في التلفازه في شي بلاطو ديال تيبان لك السيد فهمتيني انه مثبت وكذا وعنده حتى هو لا غرينطا فهمتيني، عنده لا غرينطا. كيفاش العلاقه ما بينه وبين اللاعبين؟ حيت شفنا ملي وصلوا للقاهره يعني شفنا كيمازح اللاعبين كيضحك معاهم كيشد. راه اش نقول لك، راه هذاك هو الاسلوب اللي تكسب اللاعب. راه هذوك الدراري راه دري صغار فهمتيني، راه دري صغار. دابا انا تنبان لك صغير، انا عندي 41 عام، راه حيمود عنده 19 عام ولا عنده 20 عام، راه بالنسبه لابن هاشم راه بحال ولده. راه الجو العائلي راه فيه حتى في انك تقرب للعاب وتضحك معاهم وتمشي في عقليتهم شويه، عقليه اللي مساويه ماشي عقليه سميتو. راه هذا هو حيت اللاعب مغربي ولا المغربي كامل ولا الشاب ولا سميتو، راه خصك تقرب ليه بالضحك هذا وتكون نفسك
وخاطرك نقولوا خاطرك واسع، اما زير اكثر من القياس داكشي راه ولا عليه الدار، داكشي ما بقاش فهمتيني. كيفاش شفتي دوك الضغوطات للاعلام المصري على اللاعبين ديال الوداد اللي حاولوا انهم يبروفوكيوهم ويخرجوا منهم بعض الكلمات اللي ما اش نقول لك شنقول لك هذاك الشيء منك كنت تلعب في فرقه كبيره من الوداد خصك تكون ديما غتكون لاعب دومي فينال اقل حاجه ربع النهائي فينال ديتي غتكون معول هذا الشيء خصوصا من المصريين شي عاده هنا راه هذوك الافلام ديالهم راه دوزوهم لاعبين قدام دوزوهم لاعبين قدام اللي لعبوا في السبعينات في الثمانينات كل المصريين معروفين بداك الشيء ولكن الحمد لله راه بنا كل لاعب كل شخصيته كاين اللي غيجي داك الشيء عادي غادي يسير وكاين اللي غيجي سميتو وكاين اللي بعض المرات هذوك رده الفعل اللي يقدر اللي يبان لنا من شي لعابه عندنا بحال الداودي راه بعض المرات تينفع هذاك الشيء فهمتي تينفع حتى المدرب شفناه من الصفر ديك الصفيره على الاعلام المصري هذاك الشيء اللي كاين عادي فهمتيني هذاك الشيء عادي والحمد لله شي تلقى تلعب فينالات بزاف فهمتيني وما تيكونش عندك الفريق هذا فهمتيني كيحسبها كلاس ان مده باش ما لعبتيش فينال ولا سميتو تيجيك عادي واش داك العام فينال ديتيها هذا العام فينال داك العام مثلا فينال 2019 مسروق كذا ولفتي على دوك الاجواء فهمتيني تيجيك شي عادي 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 شنو الرساله اللي تبغي توجهها للاعبين ديال الوداد قبل هذه المقابله شنقول لك رجال رساله اخويا شنقول لك رساله المهمه ان احنا تايقين فيهم ورجعوا ما غنقول لهم ترجلوا فهمتيني خلي هذاك مثلا غير ما توصيتيه مع بكا الحمد لله حنا تايقين فيهم وعارفين عارفوا الصغيره والكبيره فهمتيني الصغيره والكبيره عارفين وتايقين فيهم وبالنسبه للامور التقنيه المدرب راه عارف غيكون عنده البديل ديال عبد الله حمود راه كما قلت لك بلون ا بلون بي راه عارف داك الشيء وغيكون على الخير ان شاء الله ومتفائل ان شاء الله يقدر الله ما غنماركيو شي بيت تما اللي غيسهل علينا امور مزيان ان شاء الله نفرجي مجموعين دايرين شي جماعه ان شاء الله راه داك الشيء واحد الجو العائلي ديما شوف الجو العائلي تيبدا من الجمهور من الجمهور وغادي تتوصل متين تتوصل لعابه وكلشي راه كلمه عائله راه ماشي سهله باش تجي ديرها تبغي ديرها وتبغي تقلدها راه ما واخا تبغي تقلدها راه ما كانش بالاسس ديالها وما كانش سميتو راه كاع ما داو يكون الخير ان شاء الله رساله للجماهير الوداديه اللي كاينه في مصر وا الرجال والله الا كنت بغيت نمشي ولكن ما وفقش الله لي عدة الظروف راه حنا تايقين فيهم وفدائي الوداد راه ام المشعل فهمتيني والله يسهل الامر والله يكون خير ان شاء الله وحنا عارفين الدراري اللي مشاو فهمتيني ماشي الدراري ديال لا كرينطا والدراري فيه كون الخير والله ينجيهم والله يسلمهم فهمتي الله نتمنى لهم السلامه ان شاء الله يمشيو سالمين ويجيو كلشي غير من لعابه لا رئيس لا جمهور كلشي ان شاء الله يكون سالمين ان شاء الله ونجيو غانمين باذن الله شكرا الله يحفظك.